نبداو ونبداو الموضوع ولا باقي؟ يلا كاملين بكم، السلام عليكم وراكم اعزاز لكل كل اعزاز. خواتي عندي واحد الفكره ديما كتغلي لي في راسي، انا الافكار ديالي كاملة اصلا مرونه، حتى شي حاجه ما معوطه. انا كيقول لي عقلي قصه وترايا، انا كيقول عقلي اخواتي مثلا كنقول لي بغى يزوج يختار المراه في رمضان، واللي بغى يطلق يطلق في الصيف، واللي بغى يتزوج نيت من البنات يتزوج تختار الراجل في رمضان وتطلق شهر 10 مورا الصيف. المهم شي تطلق في الصيف شي تطلق في رمضان، مورا رمضان طلقوش في رمضان. علاش انا كنقول لكم اختروا المراه في رمضان؟ حيت الاغلبيه ديال البناء البنات، ماشي البناء وليس البنات، البناء بنات. ما بغيتيش القصه وطفي ديك التلفزيون، اش كتعمل لي بالعاليه ولا خاطرك غرفتي له في الطاسه اش ديك الغره؟ دوشي عليا هيدا كنت طرق له طرق عليه. والله نجيكم من الوسواس، قولوا امين. اما غير قولوا امين، انتوما قولوا امين، حتى واحد ما كيبغي يقول امين، قولوا امين. الله نجيكم من الوسواس، قولوا امين. اقول امين صاحبي. اي ما يم ما كتسمعوشي. هك 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 عباد الله، هك 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 عباد الله، هك هك احسن الله، هك هك. اللي بغى يتزوج عندكم تتزوجوا، معيشة غالية، والله يحفظكم من الفقر، والفقر مصيبة، والحب مصيبة كبيرة. وقابلوني قابلوني، والله ما نقابلكم دابا، والله ما نقابلكم. تحياتي للجميع من مدينة المضيق، اللي بغى يختار المرأة يختارها في رمضان، اختار الراجل اللي بغى يختار الراجل يختارو في رمضان، حيت كيكون كلشي على طبيعته. والله يسمحني منكم يا نسا، والله العظيم كتعزو عليا، حتى الرجال كيعزو عليا، ولكن نسا كتار ضحية الفقر، ضحية الفقر، وكيضحكو عليهم الشمايت. ولكن ربي كبير، كما كتضحكو على بنات الناس، ربي غيضحككم على ديالكم، ولكن تفكروها. والله لا ينساكم ربي، وحق بربي المعلوم، والله ما ينساكم. ضحكوا على بنات الناس، بالحق الفقر مصيبة اخواتي، الفقر مصيبة.